بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث الثاني عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهم الصلاة والسلام. في هذا الحديث الإمام يبين جانبا من وجوب معرفة الإمام، كما تجب على الناس معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الرسول، كذلك تجب عليهم معرفة الإمام. وليس الامام الذي في زمانه فحسب، بل كل الائمه الاثني عشر من ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. يقول الامام عليه الصلاه والسلام: "لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والائمه كلهم، وامام زمانه" ويرد اليه ويسلم له ثم قال كيف يعرف الاخر وهو يجهل الاول الايمان درجات هناك درجه من الايمان بهذه الدرجه الانسان قد ادى تكليفه واستحق بذلك الجنة لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالجنة. وهذه الدرجة من الإيمان قد تكون أكمل فالدرجات تكون أرفع. وقد تقترن ببعض الذنوب العملية فهنا الإنسان يستحق العقاب بسبب ذنوبه إلا أن يغفر الله سبحانه، إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. فالإيمان هو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان كما في الحديث الشريف. اصل الايمان هو اعتقاد قلبي، لكن هذا الاعتقاد القلبي لا يقبله الله سبحانه وتعالى الا اذا الانسان تشهد الشهادتين اظهره على لسانه، وعلامة صدق الانسان في اعتقاده القلبي وقوله اللساني هو العمل. الصلاة مثلاً الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء مو جزء في الصلاة، الصلاة تبدأ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم، لكن شرط صحة هذه الصلاة الوضوء، فإذا واحد صلى من غير وضوء صلاته باطلة غير صحيحة ولا مقبولة. الايمان هو امر قلبي لكن لا يقبله الله سبحانه وتعالى الا اذا الانسان جهر به بلسانه لذا قال فرعون مثلا هؤلاء لم يكونوا مؤمنين مع انهم كانوا يعلمون بصدق موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. كان عنده يقين في قلبه، لكن هذا اليقين القلبي ما اظهره على لسانه فلذلك هذا اليقين القلبي باطل وغير مقبول وليس بصحيح ولا يعتبر ايمانا. ومو فقط اليقين بل عقد القلب المنافق في قلبه قد يعتقد يعني قد يعلم يتيقن بلسانه يذكر لكن لم يعقد قلبه على الإيمان يعني ما يريد يقبل صحيح هو يعلم لكن لا يريد أن يقبل ليس له بناء على القبول فهذا ليس بإيمان وإنما نفاق لأنه لم يعقد قلبه زين، إذا واحد يعتقد بقلبه والتزم بالشرط يعني ذكره على لسانه تشهد الشهادتين فهل هذا الإيمان القلبي حقيقي أو مو حقيقي؟ شلون تكتشف حقيقة ذلك؟ أو هو نفسه شلون يكتشف حقيقة ذلك؟ عن طريق العمل الانسان اذا عمله كان عملا صحيحا يعني ان يطيع الله سبحانه وتعالى فياتمر باوامره وينزجر عن نواهيه ولا يعصي الله سبحانه وتعالى فهذا يكشف عن صدق ايمانه عمله يصدق عقيدته لكن بعض الاحيان تشوف الانسان حتى الانسان الذي هو يعتقد و يذكر الإيمان بلسانه تشوف يرتكب الذنوب هذا ارتكاب للذنوب يكشف عن ضعف في إيمانه وكلما كانت الذنوب أكبر وأكثر كشفت عن ضعف أكثر في الإيمان وإذا أصر على الذنب فهذا يكشف عن ركاكة في إيمانه اما اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى فهذا يكشف عن مرتبه اعلى في ايمانه لكن ليست تلك الدرجه العاليه جدا. فاذا العبد لا يكون مؤمنا ايمانا كاملا من حيث العقيده حتى يعرف الله سبحانه وتعالى. معرفه الله الركن الاساسي في الايمان. إذا واحد ما يعرف الله سبحانه وتعالى سواء لا يعتقد به قلبا أو يعتقد بالله لكن معرفته لله معرفة غير صحيحة المشركون كانوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى ويعتقدون أنه هو الخالق للسماوات والأرض كما في الايه الشريفه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، لكن معرفتهم بالله كانت معرفه مغلوطه غير صحيحه، لماذا؟ لانهم لم يكونوا يعرفونه بالتوحيد، كانت معرفتهم مع شرك فهذه ليست بايمان اصلا، الايمان من اساسه منتفي. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون او المعرفه بصفات الله سبحانه وتعالى الاساسيه كالعلم مثلا اذا واحد لا يعتقد بعلم الله سبحانه وتعالى هذا كافر يعني اذا اعتقد والعياذ بالله انه جاهل هذا كافر اصلا كفر وبعض الناس من المذنبين هؤلاء كانوا يرتكبون الذنوب في السر لانهم كانوا يعتقدون بهذه العقيده الخاطئه بان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله لا يعلم كثيرا مما يعملون ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون زين لا يعتقد بعلم الله هذا كافر لان هذه معرفته معرفه مغلوطه خاطئه او لا يعتقد بقدره الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه معرفة مغلوطة بالله سبحانه وتعالى بأنه لا يقدر. وهكذا الصفات الأساسية أنه ليس بجسم من صفات الجلال وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الذي يعتقد بأن الله جسم هذا الإنسان كافر باطنًا. نعم إحنا عندنا مسألة أخرى وتلك المسألة كما اشرنا اليها فيما مضى انه كل من تشهد الشهادتين واعلن بانه مسلم هذا بالظاهر يحكم عليه بالاسلام لذا الفرق الاسلامية محكوم عليها بالاسلام حتى المجسمة منهم حتى المنافقين المنافق الذي هو كافر باطنا وإنما يظهر الإسلام خداعا ما دام يتشهد الشهادتين ويخفي كفره فهذا محكوم عليه بالإسلام ظاهرا يعني يجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين من التزاوج والتوارث والدفن في مقابر المسلمين وجريان أحكام الإسلام عليه. نعم في الآخرة تسلب منهم كلمة التوحيد وكما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهسا إحنا كلامنا حول الإيمان الواقعي الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة الصحيحة المعرفة الخاطئة قد يكون كافرا باطنا حتى إذا تشهدت شهادتين وحكم, وحكم عليه بالإسلام ظاهرا فلا يكون الانسان مؤمنا حتى يعرف الله سبحانه وتعالى. ثانيا يعرف الرسول صلى الله عليه واله. اذا واحد يعتقد بالله لكن لا يعتقد برسل الله سبحانه وتعالى، هذا كافر ليس بمؤمن، لانه لا يصدق الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي ارسل هؤلاء الرسل. في آية شريفة الله سبحانه وتعالى يقول: "لا نفرق بين أحد من رسله". في آية أخرى: "ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله". الرسول من طرف الله سبحانه وتعالى، فلا معنى للتفريق بين الله ورسوله. الرسل كلهم من طرف الله سبحانه وتعالى، فلا معنى للتفريق بين الرسل بأن يؤمن الإنسان ببعضهم وينكر بعضهم. اليهود يعتقدون بموسى عليه السلام. يعتقدون بإبراهيم بيعقوب بالأنبياء من بني إسرائيل إلا عيسى، لا يعتقدون بعيسى مع أن عيسى من بني إسرائيل. لا يعتقدون به بل يكذبونه بل يفترون عليه وعلى امه هذا تفريق بين الرسل صار تصديق لبعضهم وتكذيب للبعض الاخر او ان النصارى يعتقدون بالانبياء من بني اسرائيل وغيرهم ويعتقدون بعيسى عليهم جميعا الصلاه والسلام لكنه لا لكنهم لا يعتقدون بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فهذا أخرجهم عن الإيمان لأن هذا في حقيقته تكذيب لله سبحانه وتعالى ونحن نعتقد بجميع الأنبياء على رغم أننا لا نعرف أكثر الأنبياء حتى اسمهم ما ندري حسب المشهور كما في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى أرسل أو بعث مئة وأربعة وعشرين ألف نبيا ثمانية آلاف من هؤلاء الأنبياء كانوا رسل كما مر هناك فرق بين الرسول والنبي كل رسول نبي ولكن بعض الأنبياء رسل يحيى نبي لكنه ليس برسول أما عيسى نبي ورسول على كل حال مئة ألف نبي منهم ثمانية آلاف رسل من الرسل زين احنا كم واحد من هؤلاء الأنبياء نعرفهم القرآن الكريم ذكر نيف وعشرين واحد منهم بأساميهم زين في الأحاديث أيضا ذكرت أسامي بعضهم الآخر لكن أكثرهم لا نعرفهم حتى باسمهم لا نعرفهم، حتى قصصهم لا نعرفها. ورسلا قد قصصناهم ورسلا لم نقصصهم. اكو رسل الله سبحانه وتعالى قصهم، يعني ذكر قصتهم ورسل لم يذكرهم. الرسول ايضا ذكر البعض ولم يذكر البعض الاخر. احنا عندنا اعتقاد اجمالي، يعني نعتقد بجميع الانبياء. حتى الذين لم نعرفهم بالاسامي، اي واحد الله سبحانه وتعالى ارسله نحن نصدق بنبوته. زين لازم انت لا تفرق بين الانبياء. لا تفرق بين الرسل. لا تفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين انبيائه ورسله. لان هذا التفريق تكذيب لله سبحانه وتعالى. فاذا الإيمان يتوقف على معرفة الله سبحانه وتعالى، وعلى معرفة رسله وخاصة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، ثالث ومعرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، الأول منهم والآخر، لازم تعتقد بكلهم من الامام الاول الى امام زمانك زين اللي كانوا في زمان الائمه عليهم الصلاه والسلام قد لا يعرفون الائمه اللاحقين هذا مو مشكله معفون عنهم امام زمانك تعرفه والائمه اللي قبلهم تعرفهم والائمه اللي سيأتون بعد يعتقد بهم اعتقادا اجماليا لان رسول الله صلى الله عليه واله قال الائمة من بعدي عشر كلهم من قريش وفي احاديثنا كلهم من بني هاشم. تعتقد بهم الى امام زمانك. الائمة السابقين وامام زمانك لازم تعتقد بهم اعتقادا تفصيليا. الامام علي عليه السلام، الامام الحسن، الامام الحسين، الامام زين العابدين وهكذا الى الامام المهدي. امام زمانك. كيف الانسان يمكن ان يعتقد بالاخر وهو لا يعرف الاول؟ لان الامامه هي بالنص. الرسول صلى الله عليه واله ذكرهم لعامه المسلمين. بشكل إجمالي ذكر أن الأئمة من بعدي إثنى عشر كلهم من قريش أو من بني هاشم وذكر للصحابة إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فهذا علي مولاه في مواطن كثيرة وستأتي بحوث حول الأحاديث التي تدل على إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأيضا ذكر لهم إمامة الحسن والحسين وأيضا ذكر إمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أما بقية الأئمة الرسول صلى الله عليه وآله ذكر أساميهم لبعض خواص أصحابه لكن بشكل عام ذكر القاعدة الكلية أن الأئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش ومن بني هاشم. ظروف الائمه عليهم الصلاه والسلام، ظروف الناس، ظروف التقيه كانت بحيث انه كثير من الاحيان الائمه ما كانوا يبينون للناس الامام الذي بعدهم بشكل تفصيلي. وإنما كانوا يذكرون لخواص الأصحاب حفظا للإمام اللاحق لأن السلطات في كثير من الأزمنة كانت تتكالب على الأئمة عليهم الصلاة والسلام وتريد أن تقضي على الإمامة مثلا المنصور العباسي بعد أن أمر بسم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فقتل مسموما أمر بأن يقتل وصي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كتب إلى والي المدينة شوف منو وصي جعفر بن محمد فاقتله زين في هذا الظرف الإمام لو كان علنا يبين أن موسى بن جعفر هو الوصي من بعدي كان يقتل فلذلك أخفى ذلك إلا عن خواص الأصحاب وعندما أوصى أوصى إلى خمسة وعندما وصل الكتاب إلى والي المدينة قال من وصي جعفر بن محمد قال له خمسة زين خمسة أوصياء من هم الشخص الأول المنصور الشخص الثاني والي المدينة الشخص الثالث حميدة أو حميدة زوجة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الشخص الرابع عبد الله الأفطح ابن الإمام والشخص الخامس موسى بن جعفر ابن الامام. زين الخواص من الاصحاب عرفوا انه الوصيه للامام الكاظم، ليش؟ لان المنصور ووالي المدينه فاجرين فاسقين لا يصلحان للامامه. حميده او حميده هي امراه فليست بامام. وعبد الله الافطح ولو هو ابن الامام. الصادق عليه الصلاة والسلام لكن كان فيه فطح فطح عيب في الخلقة إما في الرأس أو في القدمين ومن صفات الإمام أنه ليس معيوبا في جسمه ما بيعيب في جسمه فعبد الله الأفطح أيضا لا يصلح للإمامة فبقى منه الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام زين ظروف التقية كانت تقتضي أحيانا أن لا يذكروا الامام الذي بعدهم فالنتيجه شنو هي؟ النتيجه انه اللي كان يعيش في زمان الائمه لازم يعتقد بامام زمانه ويعتقد بالائمه السابقين، واما الائمه اللاحقين يعتقد بهم اجمالا الله سبحانه وتعالى يقبل منه. لكن اللي في زماننا لازم يعتقد بامام زمانه وهو اخر الائمه الامام المهدي عليه الصلاه والسلام ويعتقد بجميع من قبله، كيف يعتقد بالاخر وهو لا يعرف الاول؟ لانه امامه اللاحق متوقفه على امامه السابق. يعني الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام شنو دليل على امامته؟ الدليل على امامته النص الامام الحسين عليه الصلاه والسلام نص على امامته صحيح المعجزه هي طريق ايضا الائمه عليهم الصلاه والسلام لهم معاجز وكرامات هذه علامه على الامامه ايضا كما ان المعجزه علامه على النبوه لكن معاجز الائمه عليهم الصلاه والسلام بالنسبه الى عامه الناس كانت مخفيه لانه ما كان من المصلحه ان يظهروا المعاجز علنا لجميع الناس. فهذه الكرامات والمعاجز كانت مخفيه عن اكثر الناس لا يعلمون بها. من العلائم على الامامه العلم. لكن هذه العلامه غير واضحه على غالب الناس، لان غالب الناس لا يلتفتون الى المطالب العلميه الدقيقه بحيث يميزون ان هذا العلم لا يمكن ان يكون علما بشريا وانما هو علم من الله سبحانه وتعالى غالب الناس لا يعلمون ذلك نعم خواص الاصحاب العلماء الذين هم في درجه راقيه من العلم يعلمون ذلك ان هذا العلم ليس علم بشري وانما هو علم الهي لكن غالب الناس لا يعلمون ذلك. هناك علائم عامة. وأهم العلامات العامة النص، الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق. زين. إذا أنت ما تعتقد بالإمام السابق ولا تعرف الإمام السابق، فكيف تعتقد بإمامة الإمام اللاحق؟ فإذا كيف يعرف الآخر وهو ينكر الأول؟ لذا الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: "لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم" والتأكيد "وإمام زمانه" هذا الحديث متفق عليه بين المسلمين من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو في نص آخر ترويه العامة من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية الميتة الجاهلية شنو هي يعني ذول اللي كانوا يموتون في الجاهلية يعني ميتة كفر وضلال هذا معنى الميتة الجاهلية فالذي لا يعرف امام زمانه ميتته ميته كفر وضلال. زين الان نجي نسال الناس الان تروح الى المجتمع الاسلامي تجي الى الشيعه تسال من امام زمانكم؟ يجاوبوك اجابه واضحه جدا امام زماننا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ابن الامام الحسن العسكري. تجي إلى غير الشيعة من هو إمام زمانكم لا تسمع إجابة واضحة حتى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش وروتها غير الشيعة في كتبهم الصحيحة عندهم حديث متواتر زين منهم هم ذول الاثنى عشر علماؤهم وغير علمائهم عندما يعددون زين أربعة خمسة الأول متفقين عليهم زين البقية شنو يضطربون كل واحد يقول فتشي واللطيف إن, أن في بعض صحاحهم هذه الرواية لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون اثنا عشرة إماما أو خليفة يعني ما دام هذا الدين موجود 12 خليفة موجودين زين تسألهم من ذول ال 12 خليفة اللي مستمرين يعني من زمان الرسول إلى أن تقوم الساعة لأن في الحديث موجود أو تقوم الساعة يعني من زمان الرسول إلى يوم القيامة هذا الدين موجود و12 خليفة موجودين زين هذا لا يمكن تفسير هذا الحديث ولا يمكن تصديق كلام الرسول صلى الله عليه وآله إلا بالعقيدة الشيعية زين الشيعة يقولون إمام زماننا المهدي ابن الحسن العسكري عليهم الصلاة والسلام البقية منو إمام زمانكم حكام الخليج حكام العراق حكام مصر حكام الجزائر مثلا غيرهم من هو وهؤلاء ائمة لزمانكم يضطربون في الاجابة. زين الشيء بهذه الاهمية اللي الرسول يقول من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. يعني ميتة كفر وضلال. وهذا الاختلاف الكبير بينهم. يعني مسألة من اصول الدين لانه ميتة الجاهلية ميتة كفر ونفاق وضلال معنى ذلك انه الشيء الذي يزيل هذه الميته الجاهليه يكون من اصول الدين لانه في غير اصول الدين الانسان لا يكون ميتته ميتة جاهليه اذا اعتقد باصول الدين حتى لو اعماله فيها زياده ونقيصه هذا مؤمن لكنه عاصي يستحق العقاب ان لم يغفر الله سبحانه وتعالى له فليست ميتته ميتة جاهليه لكن اذا صار خلل في اصول الدين تصير الميته ميته جاهليه وهذا الحديث يدل على ان الامامه من اصول الدين. بحيث ان الانسان اذا لم يعتقد بامام زمانه ميتة تكون ميتة جاهليه. اذا الحديث يقول معرفه الله ان يعرف الله ورسوله والائمه كلهم وامام زمانه. زين مو فقط في قلبك تعتقد بانه هذا هو الامام، هذا ما يكفي. أن تعلم بأنه إمام هذا ما يكفي كما ذكرنا آل فرعون كانوا يعلمون بأن موسى نبي بس هذا لم يكفهم وإنما وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له يعني أي مسألة إجتك سواء من الأصول أو الفروع ما تدري الجواب ترد الجواب إلى الإمام يعني تسأله مو تسال غيره يرد اليه زين اذا جاوبك ويسلم له مو فقط تساله وبعدين لا تعمل بجوابه ولا تسلم لجوابه لا هم تساله وهم تسلم لجوابه الله سبحانه وتعالى حول الرسول صلى الله عليه واله ويقول: "فلا وربك لا يؤمنون" يحكّموك فيما شجر بينهم، يعني هذا الرد إلى الرسول. أي شيء يتنازعون فيه يردوه إلى الرسول صلى الله عليه واله ليحكم بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في القلب ويسلموا تسليما في العمل. ترد إلى الإمام؟ وتسلم له، كما كنت ترد الى الرسول وتسلم له. زين واحد يقول أنا اعرف امام زماني، هسه شنو الاهميه اعرف السابقين؟ مثل ما واحد يقول أنا اعتقد بنو بنبوة الرسول صلى الله عليه واله، هسه شنو الاهميه انا اعتقد بالائمه السابقين؟ بالانبياء السابقين؟ نقول يعني له هذا تفريق بين الرسل وهذا لا يجوز. كذلك التفريق بين الائمه لا يجوز. ثم قال كيف يعرف الاخر وهو يجهل الاول؟ خاصة ان الاخر امامته عبر النص الاول. فلذلك الانسان لازم يعتقد بكلهم الى امام زمانه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم المعرفة. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين